يا جماعة أنا صحيت لقيت نفسي في بق بني آدم. ما تستغربش تقول لي يا مكمل، هو أنت فعلا في بق بني آدم؟ أيوه أنا في بق بني آدم، بني آدم حقيقي، شخص زيه زينا عايش حياته. أنا صحيت لقيت نفسي في معدته أو في بقه، بس أنا مش عارف هو واكلني ولا هو نايم شفطني بالغلط. أنا مش، وبعدين ده منظر حد يتاكل يعني المحمص ده؟ يعني أنا راضي ذمتك، أنت لو قدامك محمص وبرجر هتاكل المحمص ولا البرجر؟ أكيد أكيد المحمص، هو عمل كده، كان المحمص الشاب. فانا مش عارف بصراحه اعمل ايه دلوقتي، اطلع من هنا من بقه استنى ما يفتح بقه، ولا انزل تحت جوه معدته، ولا اكمل بقى مشواري واحاول الاقي لي مكان اخرج منه. بصراحه مش عارف، بس انا قررت ان انا اخد خطوه بسيطه كده، بما اني في بق بني ادم واول مره اشوف سنان من جوه، ان انا اكسرها بصراحه. يعني هي بتتكسر؟ اوه دي عامله زي الرخام، دي عامله زي الرخام. ده ايه ده، لعاب ده ولا ايه ده؟ يعيش، اقسم بالله انا اسف لو حد بيتفرج على الفيديو ده وهو بياكل، اكيد دلوقتي مستغرب مكمل في بقى بني ادم بيعمل ايه. والله انا زي زيك، بس طالما دخلت على المقطع يبقى لازم تشوفني وانا بهرب. اوكي يعني بقى بني ادم اكيد اعمل له سنان جولد. يا شباب شوفوا شوفوا شوفوا، نلون له ايه ده؟ ما اقدرش الون له السنه. يا لئيم، طالما ما اقدرش الون انا خليك تفتح بقك غصب عنك في الار بي جي. تفتح لي بقك يعني تفتح لي بقك، فاهم ولا مش فاهم؟ انا قاعد بفجر لك بقك اهو، افتح لي بقك ولا اي حاجه يا شاب. طب اعمل لك ايه طيب؟ يم 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 ايه ده؟ يم 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 ايه ده؟ الصوت ده؟ الله، اخيرا بلع همبرجر، اخيرا اخيرا بلع همبرجر. اخيرا بلع يم 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 همبرجر؟ همبرجر ايه همبرجر ده؟ انا اول مره اسمع الكلمه دي. في حد في حد هنا؟ انت في مخه طيب ولا في حد هنا يا اخوانا؟ اصبر الله عافيه ايه ده؟ معدته. انا ايوه ايه ده؟ سامع صوت، في ايه حد بينادي؟ في حد حد بينادي؟ ايه؟ اه لا 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 لو لو يا يا انا وقعت في معدته. صرصار صرصار، ازاي في معده بني ادم صرصار؟ ازاي في معده بني ادم؟ اصبر اصبر، طلعني الحقني انقذني الحقني، سندني وشلني. جماعه يا انا وقعت فين؟ ايه ده ايه ده ايه ده اللي قدامي ده؟ صرصار بجد يا عم؟ اصبر. ولا انت لو كلت حاجه من الهمبرجريه اللي قدامك ديت انا هموتك. ايه الهمبرجريه دي بتاعتي؟ انا ما اكلتش بقالي يومين، وبعدين انت مين انت وازاي تخش بطن بني ادم؟ لا بقول لك ايه، الراجل ده بقاله 3 ايام ما بياكلليش غير قرف وعظمه وحاجات غريبه، انا ما صدقت بلع همبرجر. ايه ده؟ عم رمضان عبد ماندو؟ ايه ده؟ هو ده تبعك؟ عبد ماندو انت اكلت ولا عملت فيه ايه؟ تعال احكي لك الحكايه، اقعد اقعد هنا. تعال احكي لك الحكايه. ايه كان في واحد اسمه عم رمضان ومحمود ابعد عني المحمص. طيب ابعد عني ابعد عني ابعد عني ابعد عني، انت بتكلمني من بعيد. ما تخافش انا صرصار نظيف جدا. انت صرصار نظيف جدا؟ اسمع اللي حصل. قول لي قول لي اللي حصل. اقعد اهو قعدت قعدت. كان في واحد اسمه عم رمضان وواحد اسمه محمود المحمص. ايوه دخلوا منزل الجار النفسيه. يعني انا وعبده ماندو دخلنا بيت الجار النفسيه، وبعدين بعد كده لعبوا مع جار النفسية لعبة الغميضة، وإيه اللي وكان حصل؟ العقاب إن هو لو مسكهم هياكلهم. وللأسف الشديد أنا سمعت وهو بياكل عم رمضان، وجي ياكلك رحت أنت فلفصت من تحت أسنانه، بس في سنة جت على دماغك أوه ماي خليتك جاد. تفقد الوعي. الله، أنا طلعت طمنت عليك فوق لقيتك فاقد الوعي فسبتك. طب وعبده؟ عبده مات ولا إيه؟ اصبر انا خلاص ده الله يرحمه، ده خلاص اوعى بس كده الله يرحمه. ايه ده صاحبي؟ قوم يا عبده يا عبده قوم، ما تنزلش راسك كده. طب بص كده، روح اقف على البرجرايه بتاعتك بعد اذنك، اقف على البرجرايه. يعني انت مش عارف صوتي ده مثلا؟ ايه ده انت عبده منضو؟ ما انا روحي طلعت منه دخلت فيا انا. يعني انت الصرصار يا عبده؟ ابعد عني ابعد عني. بص ما تقربليش ما تقرب، ابعد، روح على البرجرايه الثانيه، روح على البرجرايه بعد لا. اذنك. والله دي حمضانه دي سليمه، روح انت هناك انا قاعد باكل في دي. انا عارف ازاي هوديك على البرجرايه التاني. ايوه كده، عايز تاكل؟ ماكليش. عايز تاكل؟ عايز اكل. تعال هديك ورك فرخ. ورك يا عم ورك فرخ ايه يا عبدو؟ ايه القرف اهو انت بتاكله ده؟ يا اخي انت في معده بني ادم. طب بص سيبك من ده كله، انا عايز اقول لكم حاجه بسيطه، اللي عايز عبده منضو يرجع لطبيعته يا شاب يحط لايك. اكيد انتوا مش عايزينه يرجع لطبيعته، عايزينه يفضل صرصار كده. طب نقول لهم ايه يا عبد؟ قول لهم انت، كلمهم انت، قول لهم انت طب اللي عايزنا افضل صرصار يعمل لايك، واللي عايزنا ارجع عم رمضان يعمل اشتراك. الله اكبر عليه. خلاص بقول لكم يا شباب، دوسوا لايك واشتراك عشان عبده منضو يطلع لكم صرصار وعم رمضان الاثنين في نفس الوقت. دوس. انت مستني ايه؟ انت مستني ايه؟ في ناس ما حطتش لايك يا عبدو،
ازاي؟ تعرف يا صاحبي لو هم ما حطوش لايك ايه اللي بيحصل؟ لا خلاص ما تقولش ان انت تطلع لهم، هيحطوا لايك اكيد، حط لايك، حط لايك، هيطلع لك الصرصار ده. طب ايه اه طيب؟ هنخرج وانا من هنا صرصار ازاي؟ عملاق. بص بمشي على الحيط. يا بص نهار ابيض، يا نهار ابيض، تخيل يكون في بعد ايه بني رأيك؟ ادم صرصار، اقسم بالله. بس دي يا عبدو، دي خد تعالى، خد تعالى، خد ايه تعالى، انا عايز بس اسالك سؤال. خلي بالك انا بطير. ها ما انت اهو الصرصار عنده جناحات وبتاع. خلاص خلاص، انت عمال تهز من تحت كده. قلتها في وشك. لا وحطبك، ما اعرف جسمي بيقشعر، جسمي بيقشعر. طب صلي على النبي، صلي على النبي، ابعد عني بس، على ابن الصوت ابعد عني، السلام. انا مش مقتنع ان انت عبده منضف، فخليك بعيد عني تمام. ده اول حاجه. ماشي ثانيا، يعني الراجل ده مش هيخرجنا الا في حاله واحده، حلو، ان احنا نكركب له بطنه. انت اه، فاهم؟ انت لو كركبنا له بس انا بطنه عندي فكرة احلى. ايه؟ احنا نشوف هو بياكل ازاي ونمشي مع طريق الاكل ونشوف الاكل بيخرج ازاي. يا مقرف، انا عارف يخرج ازاي الاكل، بقول لك نكركب له بطنه. يعني ما لو كركبنا له بطنه اكيد هيبقى عايز يعمل القرف اللي انت ثواني، قلته ده. اللي عارف سبب الاكل بيخرج ازاي وعايزنا نخرج بالطريق مخرج الاكل يعمل لايك. لا يا عبدو النبي، يا شعب النبي، اللي حط بص لايك. الحركة دي، بص الحركة دي، بص على الصرصار الصغنون. بس لزقت في البرجراية يا طب اسطى. بس بس، تعالى تعالى ننضف له بطنه يا عم، تعالى نقدر نشيل العظم ده. اه يلا اسمع، العظم ده نشيله نرميه فين؟ طيب يا عم ابعد عني، ابعد عني، ابوس ايديك. نرميه فين؟ وبعدين ايه ده كرات دم اللي بتنزل دي؟ كرات لا ده دم هو لسه بلع مضاد حيوي عشان مضاد انا عامل حيوي. له مغص. اوعى طيب المرمى عم رمضان ده جوه هنا. يلا بقى يا عم، اه عم رمضان هيتهضم طب كده يا تعالى، اسطى. طب تعالى بس يا عم، سيبه مش مشكله، هنبقى نرجع له تاني. تعالى ما تقومش كتير في المايه دي عشان لو انت قمت كتير في المايه دي هتتهضم وهتبقى نهايتك مأساوية. يا عم، تعالى بس اطلع معايا هنا، انا اللي دايس عليها دي مصارين ولا ايه؟ انا ما اعرف. ايه لا دي دي الشرايين يا صاحبي، دي المعدة يا صاحبي، انت كده ماشي في المعدة تعالى تعالى، خلي بالك. الله يا جماعه شوفوا، والله اول مره اخش جسم بني ادم، الموضوع بالنسبه لي حلو قوي. طب وايه اللي هناك؟ دي ودانه، دي خد يا عبده ايه المعده، المعده هنا بعد كده الودان، صح؟ لا مستحيل تكون دي الودان، ودان مين يا ابني؟ دي مجاري المنطقة اللي بتوصل. ها ها دي من خيره. طب ده المخ ده ولا ايه ده؟ اصبر كده، وسع عايز كده، توصل للمخ. انت طلعت، اصبر ما اطلع معاك. ايه ده يا جماعه، احنا فين؟ احنا فين كده؟ طب اصبر اصبر، الفتحه دي اكيد بتودي على حاجه. يا ابني ابعد عني، انت صرصار يعني، مش عارف بصراحه انت يا اسطى ايه، انت انا بقول بتطيرنا. ايه ده؟ لا ما وطلعنا تقوليش، لفين؟ ما تقوليش دي الغازات. لا ابعد يا عبدو، ابعد، ايه ابعد يا عبدو. تعال تعال يا عبدو، اطلع فوق يا عبدو، هنا اطلع فوق هنا، نشوف هنا في ايه. ايه ده، دي انا عينيه، جاي لك. دي عينيه صح؟ دي عين، دي عين، دي يا شيخ اللي قدامي دي عين. لا ده البق بجد ده، ايوه عين. تعال هنا، وصلنا المخ يا عبد، وصلت مخ. المخ. ايوه بس ايوه انا كده اهو، لقيت الطريقه اللي احنا هنهرب بيها. ايوه بص احنا دي كده، يا عم دي يعني ايه يا عم؟ ايوه دي يعني ايه، قول شوف شوف يعني ايه. والله يعني النني بتاع العين هو، افتح يا عم، افتح يا عم من عينيك. اي ايه اي يابا دي يا اسطى؟ الكرانيش، انا شايف الدنيا كلها من هنا. وسع كده. تعال تعال يا صرصار انت. طب العين دي طيب فاصله، هو نايم طيب ولا ايه الراجل ده؟ احنا عمالين نلعب في عينيه عمو وفي بطنه ومفيش اي حاجه. تعال 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 نفصل له عينيه، نعميه. تعال قلت لك الراجل ده واخد مضاد حيوي وهيتعبنا. تعال بس نعميه، اطلع لي بس هنا، خد تعال تعال يا صرصار انت، تعال تعال نعميه، يلا هات كده دي. تعال ارجع 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 هنا يا لا صرصار. بتهزر، انت جايب الحاجات دي منين؟ يا عم هنعمي الراجل، نخليه ما يشوفش، اتفضل. نعميه مش هي دي اللي بتوصل للمخ؟ ايوه هنا، يلا بس خد لك دي. ايوه يا سلام، ايوه اديله اديله في الكوكاكو. انت كده عميته ودخلت، احنا على فكره احنا دخلنا من ودانه، انا متاكد ان دي. صح، ما انا قلت لك ودانه يا طب صاحبي. يلا انزل انزل. اوي قلت يا ابني مفيش والله، طريقة لا تخرج منها لا غير لا اللي انا قلت لك عليها. الله عبده، خليها اخر الطريقه دي بالله عليك، خليها نلاقي فتحه تانية نخرج منها. تعال تعال من هنا، قدامك حل من الاتنين، دي يا المعده اما برضه. تخرج من مناخيره، يا اما تخرج من بقه، يا اما تخرج من ودانه، يا اما تخرج من طيبة قلبه. عبدو عبدو عبدو، اي اختار. اي اي انا بطير. ايه ده ولا انا دمشت ليه يا اسطى؟ انا مش عارف، انا مش عارف هو واكل ايه يا شاب، واخد بنادول ده تعالى ولا تعالى ايه؟ خش من هنا. ويييي دي زحلية المعدة دي. اوكي تعال انزل يا اه عم، انزل يا عم، حاجة دخلنا في معدته. انزل او ماي انزل جاد، ده احنا رجعنا تاني. انزل انزل، تعال نقطع له البرجر ده، يمكن يكون مش عارف يبلعه، او يعني ما اكيد مش عارف يبلعه فمش هيعرف ينزله، فخلينا نقطع هو البرجر. كل ما يجي يتهضم يا صاحبي احنا نبوظه له. طب بص احنا نلم العظم تمام، نرميه او نحطه فوق البرجر،
عشان ما ياخدش بعد مساحة. كده مش عارف والله بصراحة، بس المفروض ان هو ده حل يعني. خلاص اقول لك اعمل لي سلم، اعمل لي سلم اطلع بالفوق يا عم. سلم طب ايه انا بطير. انت كده طالع للمخ تاني. تعال عبدو ننزل. طيب تعال ننزل، تعال الحق. لقيت زورو، لقيت زورو والله. لبلوبة زورو. استنى ما يطلع لك، ما تلاقيه عند عند بقه اللبلوبة اهي. ده ما انت عشان عند بقه. انزل تاني، انزل تاني، تعال انزل في المعدة. انا اقول لك حاجة، هنسد نفسنا وكله وننزل تحت. حلو يلا تعال. دب 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 دب. في برجرية محشورة هنا. انا قلت لك ان في مشكلة يا غبي، عرفت؟ طب نشيلها ازاي دي؟ سلكها له. طيب حاول. طب تعال اطلع فوق، اطلع فوق تاني. عندي خطة ان احنا نسلك له البرجرية دي. انا عمال اقول الراجل مش عايز ينزل البرجر ده والحاجة ليه؟ اتاريه اتاريه يا شباب. انزل وسع كده يلا. عنده عصر هضم الراجل الغلبان، عنده حميو. ايوه حميو. انا ما سمعتش البتاع بينفجر. ما هي المسافة طويلة. ايوه سمعت. انفجر. تعال تعال بس خلاص. انت فتحتها؟ فتحتها بجد؟ اهو الله، في فتحة؟ ايوه يا شباب في فتحة. ليتس جو. انزل انزل انزل. هي يا عيال احنا فين؟ تعال احنا فين؟ اوه ماي جاد. انزل. اوه ماي جاد. ايه ده بقى؟ ايه ده يا اسطى؟ مفيش حاجة. عبدو احنا لسه في مية كده. احنا داخلين كده على الامعاء الغليظة اللي هتوديك لحد طيبة قلبه. لا يا عبدو ما تقولش كده، دي الامعاء الغليظة دي مش غليظة والدقيقة؟ اتوقع في اتنين هنا. الدقيقة احنا عديناها، احنا دلوقتي في الامعاء الغليظة. يا عيال انا وصرصار، الموضوع غريب شوية بس ماشي. انزل. عيني ما بقتش شايفة كويس، عيني ما بقتش شايفة كويس يا عبدو. ما هو هنا، هنا بقى عملية الهضم بتتم هنا. ايوه خلي بالك عشان احنا ممكن نقابل هنا الاكل المهضوم. ايه ده؟ الاكل المهضوم هيزعلك. طب ايه ده يا اسطى؟ احنا المفروض كده نزلنا خلاص. استنى يا اسطى. ايه؟ شمم؟ شمم؟ هي ريحة معفنة بس ريحة ايه دي؟ انت هتعرف دلوقتي. انت كل ما تشم ريحة معفنة اعرف ان احنا بنقرب. اوه عبدو وصلنا للبلاعة اخيرا. الله بلاعة. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا فين؟ احنا في داخل بطنه. لا بطنه ايه؟ احنا في حمام. ايه ده مكتوب ايه هنا؟ مودست از واي، مش عارف يعني ايه بصراحة، بس لو كلمة وحشة يعني خلاص. اوكي. ايه ده؟ ايه عبدو بص بس انا عرفت انا فين. مش عارف دي مناظر ينفع مش عارف والله. انزل عبدو انزل. انزل يا عبدو انزل تحت 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 لاخر حمام تحت تحت. نهرب الحمام. تعالى بس تعالى هنهرب هنهرب. يعني انت خارج من بطن الراجل على التلاجة على طول، انت ما بترحمش. انزل انزل يا اخي جعان يا اخي. يا عم يا اخي سيبناك. يم 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 يم. ايه الجو ضلمة هنا مفيش نور ولا ايه؟ كتير وهلزق في وشك. لا انت لا حر. لا خلاص بالله عليك اصبر بقى اصبر بقى. ما نشوف لنا بقى حل بقى. هو فين الراجل ده اصلا؟ انا مش شايف حد في البيت، انا خايف يكون مستخبينا بس. هيجيب من بقية رش. رش ايه؟ رش صراصير؟ لا دي هو انت خايف من اي بريسول صح؟ خايف انت من اي حاجة؟ لا تقلقش، البيت لو في حاجة شميت ريحة كده ولا كده هقول لك. خليك ورايا انت بس. طيب دي بندقية صيد، يعني انت لو فرخة انت. لو فرخة او بط او محمص زي هيصطادك. اصبر بقى مش عايزين نبوظ له البيت. هو انا ببوظه له بس انا عايز فاهم. هو الطبق ده بيكسر. انا عملت صوت صح؟ اصبر امسك السبراي ده. انا لازم اخلص. لا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ سبري بيرسول. لا مش بيرسول ده سبراي. لا يا ابني يا شباب ده سبراي، ده مجنون ده ولا ايه اللي بيرسم على الحيطه؟ يا رب ده غبي. لا ده بص 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 تعال تعال بص 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 نخرب له عليا كده. خرب له البيت عليك اهو. بتدمج. مش قلت لك بيرسول؟ يا عم مش بيرسول. تعال ايه ده؟ في كابو سري. تعال تعال ايه ده يا جماعه؟ احنا لازم نهرب من هنا يا جماعه، لازم نهرب من هنا. وحبسنا ولا ايه ده؟ ايه ده؟ ده بابين. اوكي تمام حلو قوي. طيب هنا في بيبان تاني. ايه كمية البيبان دي؟ عامل بيبان وناموسية فاهم؟ انت فين يا عم؟ والله انا بوظ لك لوحك. ايوه خرب له لوحه كده. نور لي كده، تعال نور لي كده. معاكش زيزة بيرسول من دي؟ عايز واحدة؟ اصبر اجيب لك واحدة. اصبر فين؟ اهي خد يا عم اهي خد. بيرسول بيرسول كتير اهو. خد بيرسول لحد ما تشبع. عايزك تشبع بيرسول. خرب لي البيت ده. لا ما ترسلش. حاضر. عايز باللون الايه؟ الاحمر اصفر عادي. اوه ده مكركب الدنيا هنا يا عبدو. يلا باب ايه ده؟
ده غزال خد يا محمود. اقفل عليا كده، اقفل عليا كده، اقفل عليا. ايوه يا سلام، شوف حابس نفسي في الخزانه انا. خلاص ايه الباب بيفتح لجوه ولا عبده؟ قفلت عليك، قفلت عليك عبده. ما تهزرش، افتح. اه الراجل جاي، الراجل جاي. لا يا عبده هنا بقى يا عبده. خلاص افتح لك، افتح افتح افتح. انا ما اقدرش افتح. تقدر تفتح يا حبيبي؟ قفل. بس تمام، خد. شلت الباب شلت الباب من مكانه اصلا. اوعى. طيب اوعى، مش شايف حقي يا حبيبي. اي خدع. اوكي خلينا استنى، خد البرواز ده. لا بروز ايه، احنا عمالين نبوظ له الدنيا بقى. تعالى هنا. ايه ده؟ استنى ده، الحق. ايه؟ بص على الارض، سيب الباب. استنى ده باب تاني. استنى ايه؟ او ماي جاد، كابو عبدو سامع ايه؟ حد بيغني تحت، حد بيغني تحت يا جماعه. عبدو ده في سلاسل ودم وبتاع. عبدو امسك امسك ازور في السكين اهي. الصوت ده مين هنا؟ احنا كنا في عيادته، ما نعرفش ان في حد مخطوب. انتوا مين؟ تقتلوا عبدو، قول عبدو جرالا. بس هو مين اللي رد علينا ده يا اسطى؟ حد بيقول انتوا مين؟ تعالى تعالى ما تخافش. اشمعنى دي؟ ايه ده بقى؟ ده في لمبه هنا ممكن ننورها اهي. لمبه ايه ده؟ في بوابه سريه هنا يا عبدو. اتفضل انت. اه اللمبه دي انت اللي لقيتها. ايه ده تاني كده؟ ايه ايه؟ اه تمام، حلو قوي. ايه ده؟ في لبس اسود ده بتاع بنت تقريبا. يبقى دي روحها يا صاحبي. إيه اللي إيه بتغني. عبدو ايه ده؟ شفتني عملت ايه؟ انت عمال ايه ده؟ وده في بوابه سريه هنا. بس يا عبدو الباب بيتكسر. ما تكسرش، هنخشها في الاخر دي، هنخشها في الاخر بس نشوف يمكن يكون حد محتاج مساعده هنا. عبدو ده في علب برسول. لا والله في علب برسول. لا تلاش تلاش يا عم استرصار، اصبر. في بوابه هنا، خش خش يلا انت الاول. ايوه ايه ده؟ الحق جثتها. اوه ده الدود واكلها ده ولا ايه ده؟ ياه ياه، البنت هنا سخنها اشياء ولا فتح عليها الغاز ولا ايه ده؟ تعالى في بوابه تاني. ده ايه الاوض دي كلها؟ ايه خراطيم دي؟ في لمبه فعلا. الراجل ده كان بلعنا يا جماعه، كان بياكل البني ادمين ده ولا ايه؟ انا مصدقتش عبده لما قال لي كده. انا عندي سؤال، احنا ازاي حجمنا صغر واحنا جوه بطنه؟ مش عارف، كان إيه طبيعي. سمعت الصوت؟ صوت جميل. صوتها بتضحك. طب تعال تعال تعال، احنا نكسر بتاع اللي جوه دي. تمام اصبر. ايوه كسرها حته حته كده. خليها كسرها، خليها كسرها، خليها كسرها. اتفضل. ايوه 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 هنا كسر معايا، ساعدني بس بلوكه بلوكه كده. عبده احنا هنخش تاني ولا لا؟ انا خايف اخش. عارف انا خايف يا صاحبي. يا اسطى دوست على رجلي. معلش معلش بالغلط بالغلط. انا يا عم ما تركز يا عم. يا عم الصرصار اسمع بقى، انا خايف اخش دلوقتي يعملوا فينا حاجه، ندخل لبطنه تاني انت فاهم. خش انت. بص خياشيمي خش يا عم. ده الشنب بتاع الصرصار، بعد ما بيقتلوك بيشدوك منه. رحت فين؟ بلاش تيجي. ايه ده؟ ما تقوليش احنا فين يا اسطى؟ اكيد مش هنحفر يعني، في حاجه هنا. دي بابا سريه. بتضحك علينا يا اخي، تحسه بيتنقل عبر الزمن. في قش هنا يا جماعه، احنا محتاجين شافل. شافل اللي بيحفر ده. تعالى. لا مفيش حاجه، مفيش حاجه هنا، مفيش حاجه. تعالى اطلع تعالى اطلع تعالى. انا فحصت المكان جيدا. طب تعالى جيدا. انت بقيت صرصار بتتكلم لغه عربيه فصحى. اوعى بس الراجل يجي لنا بس بعد ما احنا عملنا فصحى فصحى. عنده مرايه عبد المنظر. فصحى فين؟ تعالى بس تعالى، يعني ممكن اشوف نفسي. في مرايه، في جرس. اصبر. ده النور ده. انا قلت النور يا عبده. اطلع اطلع يا عبده فوق. الدور اللي فوق. اطلع، انا شايف شنبات. اطلع. ايه ده عبده؟ او ماي جاد، في عربيه من ورا بره. انت مين؟ اصبر. روح انا مأمنك يا عم. اصبر استنى، اطير في وشه. ايه ده؟ ايه ده؟ اركب عبده. ايه ده؟ ينفع نركبوها؟ العربيه مش بتفتح. عبده اركب. ماشي نركبها ليه؟ اركب. بايظه ازاي دي؟ بتتفتح ازاي؟ خربانه. الصوت ده عفريت. ده مش عفريت، ده هو ده بيتكرع. لا ده بيقول حاجه بس انا مش فاهم بصراحه. ممكن يكون في الحمام. تعال تعال هنا تعال هنا، ده في اوضه تانية هنا. المنشار اهو اللي كان بيبص بيه. تعالى مش لك شنبات. المنشار عادي، خد. احلق له يا اهلي كميه الاغراض دي. اسكت. تعالى تعالى محمود تعالى. ايه ايه؟ تعالى. انا خايف قوي يا اسطى، خايف قوي اقسم بالله.
انت خايف وانا مش شايف وحالتنا صعبه خالص. مش عارف طب هنهرب من هنا ازاي؟ نخاف عبده. في حد مشي من هناك؟ في حد مشي من هناك يا عبده؟ في حد مشي من هناك والله. عمو هناك. عمو يا عمو بالله عليك يا عمو احنا زي ولادك ومكسرك ازاز بيك اقسم بالله. ده انت محمود في ازاز اتكسر عند البيت. اه محمود الحقني في حد بيكسر عليه ازاز البيت. انا ايه ده انت؟ طب ما تقول لي. طب عبده احنا لازم نشغل العربيه دي. ايه ده؟ حاسس تعال كده توك جاي من هنا. ايه ده مقبره؟ حفر احفر حفر حفر عبده انت بتكسر الصليب. حفر. ايه ده؟ في صوت واحده يا اسطى. انا مش عارف لازم العربيه دي تشتغل. ايوه هي. يلا عبده يلا عبده فين؟ يلا عبده العربيه اشتغلت. اركب عبده. حاسب انا ركبت. يلا انا ركبت. انا كمان ركبت. اصبر شغاله يا اخي مش عارف اركب. اصبر ايه بس تمام. يلا اركب يا عبدو. اجري يا عبدو اجري يا عبدو. امشي امشي امشي. الحمد لله الحمد لله. خد يا ما تطيرش يا صرصار. انت خلاص صدقت نفسك ان انت صرصار. عيش عيش حياتك. امال ايه يا عم انت بني ادم. استنى امشي على الحيطه. استنى امشي على الحيطه. بحب امشي على الحيطه. انت دخلت جوه الحيطه. بص 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 انا طالع البيت. اصبر عايز صورك. او ماي جاد احلى صرصار. اطلع اطلع صرصار سبايدر مان. صرصار سبايدر مان. طب المهم ما تموتش عشان انت لو مت هتطلع حاجات خضراء وكده وبتاع. يا عم الشنب بتاعك. انا دايما بشوف الناس لما بتقتل صرصار بيمسكوه من شنبه. ف اصبروا كده. اوعى تدوس عليا. لا 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 هموت هموت. طب صرصار ميت. امسك من شنبك. ايه انت بتموتش ليه؟ طب احرقك. قول له يا عيال شوف البتاع بتعملش في حق. قول له مات مات. ايه رايك؟ ايوه امسك بقى انا من شنبك. اصبر ايوه من شنبه كده ونرميه في البلاعه زيه زي اي صرصار. فبس قصه المقطع اتمنى يكون مقطع النهارده عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. وزي ما شفتم ده كان مقطع النهارده مع الصرصار العملاق عبدو ماندو ده. فبس شباب ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر التنبيهات. انت لسه عايش؟ بس شباب حطوا لايك واشتركوا في القناه. تابعوا قناتي على يوتيوب حساب على انستجرام. ما تنسوش تشتركوا قناه عبدو ماندو وتابعوا فيديوهاته. وبس اشوفكم غدا على خير الله. وسا سا سا سلام سلام شباب. مع السلامه. باي باي. مش مليون جيش لا يخاف من الحروب محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. مش مليون احنا سوا عيلة مش جمهور. بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. مش مليون.